السلام عليكم. هنبدأ إن شاء الله النهاردة أول محاضرة في كورس الريفت، ألا وهي محاضرة السنتر فايل. السنتر فايل ده في أي شركة أنت رحتها أو في أي مكتب، أول ما بيجي لك مشروع بتعمل السنتر فايل ده. لازم قبل ما تشوف هتعمل فيه أي حاجة، أول حاجة بتعملها اللي هي السنتر فايل. السنتر فايل معانا بيتعمل في 3 خطوات. السلام عليكم يا جماعه. هنبدا ان شاء الله في المحاضره دي ننزل الفيوهات. تمام، طبعا عشان انزل فيوهات لازم يكون معايا معماري. المعماري ده موجود في مسار معين. طيب انا اول حاجه عشان انزل الفيوهات لازم اول خطوه اعملها اللي انا اعمل انسرت للمعماري. طيب اعمل انسرت، اروح انزل الفيوهات. طيب اول حاجه هاجي انزل اللايتنج. عشان انزل لازم انزل فلور بلان وريفلكتد سيلينج بلان. هتيجي تقول لي الله، هو ليه بنزل فلور بلان لللايتنج؟ هو انا بحتاج في ايه؟ انا مش بحتاج السيلينج عشان بوزع في السيلينج. هقول لك لا، انا لما باجي بشتغل في اللايتنج بوزع الكاشفات في السيلينج، لكن لما اجي بعمل وايرنج، بعمل سويتشات، بنزل لوحات، اي حاجة بعملها غير بوزع كشافات بعملها على الفلور بلان. فلازم الاتنين يكونوا موجودين. طيب اول حاجة هنزل منين؟ اي فيو هنزله من فيو بلان فيو. بعد ما دوست بلان فيو هيظهر لي ايه؟ ادي بلان فيو، ظهر لي فلور بلان وريفلكتد سيلينج. هختار فلور بلان. بعد ما اختار لي فلور بلان قبل الاربعه اللي انا ايه عملتهم، قام جاي معلم عليهم كلهم كده، قام جاي داخل على ايديت تايب. بعد ما دوست ايديت تايب هخش على الفيو تمبلت اهي، قام جاي اعمل ايه؟ نفس الكلام، ادي الكتريكال، اخترت دي. انا مين شغال على مين؟ شغال على اللايتنج اهو، واقف على اللايتنج ماشي. ادي الالكتريكال، ادي الديسيبلين الكتريكال والصب ديسيبلين لايتنج، قام جاي دايس اوكي. بعد ما دوست اوكي هدوس اوكي تاني، هدوس اوكي تالت، هدوس اوكي على طول. هل اللايتنج اهي نزل معايا على طول الاربع ادوار في الفلور بلان اهو. السلام عليكم. ادي النهارده ان شاء الله هنشرح ازاي نعمل الروم تاج، ننزل روم تاج وناخد دور بلان جراوند كله نوزعه لايتنج. طيب اول حاجه هاجي هبدا بالكيبل تري، هبدا بالجراوند فلور واوزع وانزل الروم تاج بتاعته. طيب ادي اهو. طيب عشان اوزع الروم تاج في خطوتين، اول خطوه هدوس كنترول 1 واعمل نن، ما خلاش ليه على ما خليش الفيو تمبلت على كيبل تري، لا هخليها نن. دي اول حاجه بعملها. ادي الكتريكال، ادي من هنا فين الكيبل تري، او جاي دايس ابلاي نان اوكي. دي اول حاجه بقى يا جماعه. طيب كده احنا عرفنا ازاي نوزع اللايتنج وعرفنا ازاي نعمل الروم تاك. المره الجايه بقى ان شاء الله هكمل الحته الصغيره دي كده في دقيقه كده، وبعد كده نبدا بقى ايه ننزل اللوحات ونعمل الوايرنج ونعمل الفلتر بتاعهم ونظبط الالكتريكال سيتنج. تمام كده يا جماعه. هبدا بقى ادي باور. هدي باور ازاي؟ هدي لينيات نورمال ولينيات ايمرجنسي. طيب هاجي اقف هنا على اي كشاف انا عايزه، هقول له باور. اهي شايفين كلمه باور اهي، هقوم جاي دايس باور. بعد ما دوست باور هيقول لي ايديت سيركت اهي، هقوم جاي دايس ايديت سيركت. هقول له اد. النهارده ان شاء الله هنشرح المحاضره دي الباور، هنعرف ازاي نوزع باور ونوصل على السيركت ونوصله على البانل بورد بتاعته ماشي. ناخد اخر واحده اللي هي دي، يبقى كده عملنا ايه كل حاجه. ادي باور اهو، اروح اقول له edit circuit
add to circuit. سيلكت بقى add to circuit. هقوم جاي انا عملت دي وهعمل مثلا دي، يلا مش مهم، هقوم جاي اعمل دي، هقوم جاي قايل له دي على البيبي فيرست، هقوم جاي قايل فينش. بعد ما اقول له فينش هقوم جاي كاتب له بقى التي جي بتاعه واظبطه. تمام كده يا جماعه؟ طيب نتاكد منين بقى الحاجات اللي نون هوستد مش النون هوستد؟ من كالبوريت تنفيست ليد هوستد اهي، دوست عليها جالي دي، هقوم جاي قايل له ايه؟ خليهولي باللون اي لون، لو في حاجه نون هوستد على طول هتلاقيها ظهرت معايا باللون اللازم، هتلاقي على طول ظهرت معايا الحاجه اللي هي نون هوستد. تمام كده يا جماعه؟ هي ايه؟ مفيش اصلا. تمام، لكن احنا مثلا في التصميم لما نيجي نشرحه وجرس او بمعنى صح في الشوب دروينج، تمام، هقول لكم بالتفصيل هو بيمشي ازاي وازاي ما هقدرش في الايه في المواسير اللي انا برسمها دي. ماشي يا جماعه؟ طبعا انا بمشي اهو، كل ده يا جماعه ايه معايا اهو، ماشي، هقوم جاي راسم كده اهو، كل ده انا واقف على الواير اهي بتاعت الفاير، ماشي، هقوم جاي ماشي كده اهو، ماشي يا جماعه، هقوم جاي ماشي دي كده ماشي، هقوم جاي ماشي دي بقى اخليها من سيستم الكتريكال، اخليها واير من هنا كده عشان تمشي معايا مستقيمه، واقوم جاي دايس على الفاير، واقوم جاي عامل له كده اهي كده، ماشي يا جماعه، واقوم جاي عامل له كده، واقوم جاي طبعا ماشي كده وراجع لي الفاير الارم كنترول بوكس واحد الكتريكال واير يا جماعه اهو اهو، قام جاي عامل كده اهو، قام جاي عامل تي جي اهو، قال اللي هي تو تليفون جانكشن بوكس واحد. تمام يا جماعه؟ طيب ايه تاني؟ الكتريكال واير اهي، الكتريكال واير بعد ما عملت اقول له تي جي اهو، قال لي تو تي جي تليفون جانكشن بوكس رقم واحد الكتريكال واير اللي هي اي دبليو من غير انتر يا جماعه اهي، او جاي قايل له تي جي، هيقول لي على طول اللي هو تو تليفون جانكشن بوكس واحد. السلام عليكم، النهارده ان شاء الله هنشرح الكوردينيشن، هنشرح الكوردينيشن ما بين البلان اللي احنا عملناه المره اللي فاتت في الكيبل تري، وهنعمل وهننزل لينك تكييف لضغط، ونعمل ازاي نتعلم ازاي نعمل الكوردينيشن. تمام يا جماعه؟ طيب انا عشان اعمل كوردينيشن هنتعرف بس على حاجه بسيطه كده، وبعد كده ننزل اللينك واقول لكم تعملوه ازاي. اول حاجه عشان اعمل كوردينيشن بعملها من كالبوريت، ظبطت ادي وقفت عليها اهو، هروح دايس عليها كليك اهو، درو كيبل تري، هم جاي ماشي يا جماعه، ماشي عادي كده طالع، وبعد ما اطلع كده هم جاي ماشي كده، ماشي عادي، بحل كلاش عادي خالص، بطلع من فوق ضغط التكييف. تمام كده يا جماعه؟ هقوم جاي ماشي كده واروح ماشي كده. طيب هي اللي عملت كده يا جماعه، هقول لكم ليه او شايفين. طيب ادي اول حاجه اهي دي كده، هو شايلها، هو بيقول لي عشان دي المشكله، عشان دي هقوم جاي هنا كده دايس درو كيبل تري اهو، هقوم جاي لو نزلت ان شاء الله ما يكونش في اي مشكله. تمام كده يا جماعه؟ دي اول ضغط تكييف اتعمل، شايفين الثري دي اتعمل ازاي يا جماعه؟ طيب دي اول حاجه. بعد كده ده اتحل. طيب اللي فوقيه بقى ايه يا جماعه؟ لو دوست في هنا ورحت الفلتر وجيت علمت على التلاته،
على كله اهو يا جماعة، اتعلم. ماشي، ادي من هنا في في، رحت فلتر. انا كنت خايف الواير واي لو كرنت والواير واي نورمال، وادي واير واي لو كرنت علمت عليهم. اهو جاي دايس اوكي، حلقة كلهم ظهروا اهو يا جماعة اهو. حلقة رقم اتنين ده، هشوف رقم اتنين ده بتاع ايه يا جماعة. هقف هنا، هقف هنا واقوم جاي دايس على ده. هل ايه ده يا جماعة؟ بتاع الواير واي لو كرنت. يبقى انا هشتغل على الواير واي لو كرنت. هروح اعمل ازاي؟ هروح اعمل في في، هقوم جاي عامل فلتر الواير واي لو كرنت، اسيبه واير واي امرجنس واير واي نورمال. هقوم جاي عامل اوكي كده، هيظهر لي بس هو ده. هقوم جاي طبعا الحتة دي اشيلها يا جماعة اهي، اللي هو ده اشيله، والحتة دي اشيلها عشان يمشي معايا كويس اهو. هقوم جاي عامل ايه؟ واقف كده عليه. وخلينا باصين يا جماعة على السي دي دي ايه اللي هيحصل. ادي كليك يمين درو كيبل تري، ادي سيف يا جماعة، كليك يمين درو كيبل تري. هقوم جاي طالع كده عادي، وهقوم جاي ماشي كده يا جماعة. شايفين؟ شايفين يا جماعة ماشي معايا ازاي في الثري دي اهو؟ هقوم جاي ماشي كده، خليك معايا في الثري دي يا جماعة، شايفين عاملة ازاي؟ وهقوم جاي هنا، هقوم جاي واقف في النص كده عشان ما يدينيش ايرور. تمام كده يا جماعة، كده ظبط. شايفين الثري دي اهو عامل ازاي؟ طيب اخر حاجة المفروض الواير واي، خدنا النورمال وخدنا ده، هنختار الواير واي امرجنسي. هقول من هنا في في، اخش على فلتر، هروح واير واي لو كرنت، اخلي بس الواير واي امرجنسي، هروح اقول له اوكي. لا يبقى احنا ما خدناش النورمال في في، ما خدناش النورمال بس يا جماعه. ادي اهي واير واي نورمال، واخلي الامرجنسي هي كده كده واحده اللي فاضله بس اهي يا جماعه مظبوطه. طيب هاجي اعمل ايه؟ هشيل دي يا جماعه كده، وبعد ما شلتها اقوم جاي عامل كده، اقوم جاي عامل كده ماشي، اقوم جاي واقف عليها كده، اروح كليك يمين عليه، اقول له درو كيبل تري. خلينا شايفين السكشن 3 دي يا جماعه، احنا فاتحين الثلاث سكشن اهو. اقوم جاي ماشي كده، اقوم جاي ماشي كده، شايفين اللي هيحصل في 3 دي؟ شايفين يا جماعه اهو ماشي معايا اهو، ادي اهو، ادي اهو، شايفين يا جماعة كده المفروض الكلاش يا جماعة اتحل معايا. اخش بقى على الثري دي، بص يا جماعة الثري دي وحلاوة الثري دي، شايفينه اهو. المفروض كده يا جماعة مفيش اي كلاش في ضغط التكييف معايا، مش كده يا جماعة؟ مفيش اي كلاش في ضغط التكييف اهو، شايفين في كلاش؟ مفيش. بحاول على قد ما اقدر اظبط يا جماعه الكلاشات. تمام، طبعا المشروع بيبقى فيه كلاشات اكتر من كده بكتير، بس كلها هتتحل بنفس ده اللي انا عملته ده بالظبط. تمام، هاجي اعمل في في، بعد ما عملت في في اقوم جاي معلم على فلتر، اقوم جاي بقى مختار ايه كله، مش هممني اي حاجه كده يا جماعه. اقوم جاي دايس اوكي، كده ظهر معايا كل حاجه. تمام كده يا جماعه، ده بالنسبه لموضوع الكلاش يا جماعه، وتبان دلوقتي بالظبط ان شاء الله هي معموله ازاي وراحت فين وشكلها عامل ازاي بالظبط. هادي يا جماعه اهي، تمام كده، هادي اهي. تمام، طبعا السكشن 2 ده السكشن 2 دي بالنسبه لي انتهى، مش محتاج منه حاجه. هروح لل 3 دي، ادي التوب يا جماعه اهو، رحت جبت التوب. طبعا هذا السهم بتاعه اهو اهو، اهو يا جماعة اهو لغاية ما ظهر. هاجي هقوم جاي عامل شيفت وسكرول، شايفين يا جماعة
ادي الفليكسيبل اللي احنا كنا بنرسمه ظهر معايا، شايفينه اللي هو بينزل للكشاف اللي هو فين بقى على الكاد اللي هو ده. عملت 150، هروح اقول تاب عشان يعلم لي على كله، هقوم جاي قايل له كليك شمال كده عليه، هلقى يا جماعه المواسير اتعملت على طول اهي، شايفين هلقى المواسير اتعملت وطلعت على السكشن على طول يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهي، طلع من اللوحه اهي ومشيت راح مين؟ راح مجموعه لينياتش زي ما انتم شايفين كده يا جماعه تمام. طيب هنا بقى ممكن اقوم جاي واقف كده، ولو عايز احط بقى ايه، عاوز احط بقى ظهرت. طيب كده بقى انا جاهز اللي انا اروح احول البلان ده او كل الاوض دي اوديها لبرنامج الدايلكس. ازاي بقى؟ بسيطه جدا، من فايل اكسبورت، اكسبورت جي بي، جي بي ميل اكس ام فايل دي، بس دي ديمد، دي ديمد. طب انا عايز اكتفها، اكتفها ازاي؟ هي دي بقى المشاكل اللي بتقابل كل الناس وهي بتشتغل. فالخبرة بتيجي منين؟ الخبرة بتيجي من انت، من انت، انتوا لما بتيجي تشتغلوا وتقع في مشاكل زي دي. انا دلوقتي يعتبر وقفت، فدي ديمد، هعمل فيها ايه؟ الحلان ده اهو، هقوم دايس اوبن، هلقى كل السبيسز نزلت معايا دلوقتي هنا اهي، كل السبيسز نزلت، اقوم جاي دايس ايه؟ اوكي. كده انا كبالنسبه لي الريفت ملوش اصلا اي مشكله، كده خلاص انا كده عرفت ان كل الرومز اللي معايا ظهرت معايا هنا تمام. وطبعا احنا بقينا طبعا دكاتره في الدايلكس.